سلام ورحمة. كيف الحال؟ هلا والله. عندكم شعر محاورة؟ عندك شعر محاورة؟ لا والله ما عندي، ولكن إن شاء الله نوفره بكرة. فاضي لكم، أنا أجي بكرة بشوف غيركم، فما الله. ألو بليسك، طيرت علينا أول زبون، وأنت من اليوم تقول عطينا كل حاجة وجبنا كل الأفلام، وين؟ وين الحين؟ قل لي ليش راح ذا؟ بكرة نوفره. ما في بكره يا احمد، الزبون اللي جاء ما لقى عندنا شيء بيروح لغيرنا، ترى محلات بدات تنشر. وش فيك انت؟ تجاره دي ولا دهانه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندكم شرايط مصارعه حره؟ عند اعطوا مصارعه حره، جبنا مصارعه حره. مصارعه حره ان شاء الله بعد بكره نوفره. خلاص شكرا. يا هلا. افقع وجهك انا، تو قاعد تقول لي ان شاء الله ان احنا يعني بنسوي كل شيء للزباين نريحهم. يا احمد يا احمد، ما ينفع هذا الكلام من اخوك. حاجه بسيطه يعني. كيف بسيطه يا ابن حلال؟ ترى الاجار ذا ال10 ريال وال15 ريال دي اللي راحت علينا خلاص خساره. ذي الزبون ابيه يدخل هنا ما عاد يعني كل شيء يبي يلقى، لو يطلب فشار لقى اعطيه.